معلش يا دكتور، هو حضرتك متأكد إن إحنا نقدر نستلمها ونخرج بيها؟ آه طبعًا، هي سليمة قدامكم أيوة زي الفل، ما فيهاش حاجة زي الفل. ما فيهاش أي حاجة إزاي بس يا دكتور؟ دي أكلت صوابع إيدي. إيه ده؟ وريني كده؟ أهو. ما هم خمسة أهم يا رب. إيه ده؟ هم مش المفروض 10؟ 10 الاتنين مع بعض. معلش لا مؤاخذة يا فخر، أنا بس عشان والله متوتر. ما توترناش معاك بقى، وخلينا نسمع كلام الدكتور. يا أساتذة، كل حاجة ولها تفسير علمي. هي ما كلتش بقى لها فترة، فمعناه إنه هي لما شافتكم أنتوا كنتوا وحشينها، فحصل اختلاط في المشاعر، الجوع دخل في الاشتياق. طب وده تمام يعني طبيعي؟ اه طبعا عادي جدا، هتستلموها بس وتمضوا على انكم استلمتوها على مسؤوليتكم عشان انا ما اروحش السجن. اه احنا مش هنستلم البت دي الا وهي سليمه. هي سليمه قدامك اهي، والنبي خدوها وانشوا بقى. اه يا دكتور، هي سليمه وهاديه عشان انت ظريفها حقنه بنج تهدي طور. وبعدين لما مؤاخذه، انت مكتفه ايه؟ ده انت مبرشمها. اه صحيح فكرتني، ما انت ما تفكهاش غير لما تيجي تستخدمها، هتلاقيها طوع وجميله وزي الفل، مش كده يا دودو؟ نهار اسود. هو انتوا مشرسينها يا دكتور ولا ايه؟ ابدا احنا مشرسينها ولا حاجه. اه انت عايز تسقينا العناب بقى وناخد البنت وهي ملبوسه اصلا. اسكت انت. انا قلت حاجه؟ ما انت هتقول، انا عارفك. اسكت. بصت ايه بس؟ ما تخلونا نتكلم كلام علمي يا جماعه شويه. اه علمي؟ طب كلمني علمي بقى. البت دي صوتها تخن ليه؟ هي بلغت عندكم في المستشفى؟ بلغت؟ برد في الحنجرة. اه برد في الحنجرة. طب وعينيها بتقلب لفوق ليه لا مؤاخذة؟ برد في القرنية. طب والكرسي؟ عندها برد في الكرسي؟ يا فخر، يعني انت هتفهم اكتر من الدكتور؟ انت ايش عرفك؟ يمكن اللي بيجي لهم برد بيعملوا كده فعلا. ايش عرفني؟ انت عمرك ما جالك برد يالا؟ وبعدين انت اجمل واحد في العالم، مش خايف تروح بواحدة ملبوسة على البيت؟ عشان ناخد الفلوس يا فخر، عشان نخلص من الليلة الزفت دي. هي ان شاء الله كده اول ما تفوق من البنك هتشوفني وتشوفك وتشوف ابوها، تقوم مدمعه واخدانا في حضنها وتقول لنا على مكان الفلوس، مش كده يا دودو؟